وانا شخصيا كرجل الوظيفة العمومية كنفضل التحيد، لان انا مصالح لا الموظف ولا التلميذ. انا مثلا كرجل مدير مؤسسة تلمد عندنا وكنعانيو معاهم، وحنا رؤوسنا كنعانيو مع الساعة اللي بهم يتحيد. واخا توالفنا مع هاد الفترة هادي اللي دازت، ولكن اللي بهم يحيدوه. انا هذا هو الموقف ديال الشخص. حنا مع هاد الطرح، معاه 100% صراحة. هي هذه وبغيناها تحيد، وغادي تسعدنا بهذا القرار هذا. يعني التوقيت العادي ونرجعوا حتى للحياة العادية إن شاء الله، وترجع الأمور الحمد لله كيف كانت قبل. كاع حنا بغيناها تحيد. علاش؟ لأن كاينين وليدات كيقراو في البوادي، كيخرجوا بالليل بالليل، وكاينين حنايا من غايجوا وقيتة شهر واحد شهر جوج غيولوا وليداتنا كيخرجوا في الظلمة. وما عرفتش أنا بغيت نعرف شنو الدور ديالها. كانت كتفيدنا، مرحبا. ما كانتش كتفيدنا، بغيت نعرف علاش دايرينها. لا، الساعة الجديدة خصها تحيد. هاد الساعة العالم ديال الشعب كلهم مرضى هاد الساعة الجديدة. راه كاين بنادم مسكين تيدخل مات سعود، ملي تتحيد الساعة تيولي غادي مع الستة الصباح والظلام. أصحاب الكريساج عجات، راه العالم أختي، راه لا إله إلا الله. كاينين عيالات، أكثر عيالات تيخدموا على الرجالة، صحاب ميناجات، صحاب هادوك تيخرجوا مع 4 الصباح 5 الصباح. أنا عندي مرتي تتجي تضرب ميناج مع 5 ونص الصباح، وربي شاد عليا وواد النار. عندي جوج وليدات، هاد الساعة راه لا إله إلا الله. ماشي لا نقول لك أختي، ما نقدرش نقول لك أنا، حيت روتريتي مديالها في ما عندي غرض. لا عادي، وداك الشيء غير اللي بغى يكبرها وصافي. جادوا ساعه ولا نقصوا ساعه، حيت حنا مع اوروبا شكل عاود مع شكل، وما دي من نهار خلقينا وحنا كيبدلوا. هذا الشيء اللي كاين. واش نقول لك الحقيقه، في العرب كله، في المغاربه كلهم ما كيعرفوا فوقاش من هذه ومن هذه، هي غاديين وصافي. بغاو يزيدوا ولا بغاو ينقصوا الدنيا هانيه.